أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما نؤتيه أجرا عظيما مرضيت الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يؤتيه أجرا عظيما يفعل ذلك ابتغاء مرضيت الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم نوله ما تولي ونصله جهنم تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا
بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأويهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأويهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الأنهار خالدين فيها أبدا
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيها أبدا، الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ولا أماني أهل الكتاب، ولا أماني أهل الكتاب، بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ولا أماني أهل الكتاب، بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نصيرا. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا إبراهام حنيفا محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهام خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض 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 وكان الله بكل شيء محيطا شيء محيطا شيء محيطا شيء محيطا. ويستفتونك في النساء 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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا عليهما أن يصالحا بينهما صلحا يصلحا بينهما صلحا عليهما أن يصالحا بينهما صلحا نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإياكم أن اتقوا الله قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإياكم أن اتقوا الله أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض
أرض، وكفى بالله وكيلا، وكفي بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وياتي بآخرين، يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يذهبكم أيها الناس وياتي بآخرين، يَشَا يذهبكم أيها الناس وياتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، والآخرة، الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.